ما هو التوحيد؟ محويها التوحيد؟ قد يسألك بعض الناس يقول أنت موحد؟ وحلقة بقفنك ويديوك إلى هذا موحد متى؟ تقول نعم أنا موحد. وحال هذا ها نعم موحد باناهي. ما هو التوحيد؟ توحيد محوية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. توحيد كمعنيه سوحوي إله الوكاليرو أنواع التوحيد كأصدح له أنواع التوحيد الربوبية توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. إذن هذا معناه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تاسم عنه ذو حوية توحيد كونه قيب سما صدح قيبه. الأول توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. متك كوباد وتوحيد الربوبية ومعنيه سويها إلهي أفعاشي سألقو كليارو. الثاني توحيد الألوهية توحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأفعال العباد لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. توحيد كلباد وتوحيد الألوهية أو أه إله إلا هو كليه أفعاش عبادة قفك وسمينا هي أفعاش الضمض أي سمينا إله إلا هو كليه وإله كليجس العابد عدك للعابدين. نعم. الثالث توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات. طيب تصدح هذا التوحيد كحوية توحيد الأسماء والصفات إله إلا هو كليه الأسماء دي سي صفات كيسة بأن نثبت الأسماء والصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إنا إلهي أسقنا أسماء صفات إلهي ونفتي سأسقي وكتاب كيس القرآن كأسقي أمر رسول كيس محمد صلى الله عليه وسلم وأسقي وننفي كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إنا إلهي كأنفنا وكربنا وحكست ونفتي سأكأنفيه أمر رسول كيس وكأنفيه صلى الله عليه وسلم. ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. إلهي وحن كنا زهينا إنه خلق شبهه وأكاده. نقول آمنا صدقنا سلمنا ولا نسأل كيف والله أعلم. وحن لأن إلهي وان رميني وان رميني وان رميني ما أرنينه سيه سيدا أرنتا سيدا إصفاتك سيهين ما أرنينه. نعم والله أعلم. والله أعلم.